السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. احنا دلوقتي بنستعرض كتالوج المهندس أحمد رجب لتدريب على المعدات التقيلة. لو حضرتك مهندس ميكانيكا حديث التخرج أو مهندس إنتاج أو مهندس ميكاترونكس أو مهندس كهرباء وحابب تدخل في مجال المعدات التقيلة، لو حضرتك مهندس ميكانيكا شغال في المجال ليك فترة لغاية 10 سنين وما عندكش المعلومة الكافية وعاوز تطور من نفسك وعاوز معلومات أكتر في مجال المعدات التقيلة، إحنا كمهندس أحمد رجب للتدريب على المعدات التقيلة في خدمة حضراتكم. يلا بينا نستعرض الكتالوج بتاع المهندس أحمد رجب. هنا خدماتنا اللي إحنا بنقدمها، والشرح بتاعنا سهل ومدعم بفيديوهات تعليمية والمحتوى المعمول بعناية بحيث إن يطلع جيل من مهندسين الأكفاء والمحترفين في مجال المعدات. عندنا هنا منصة معداتي، والناس اللي ما تعرفش منصة معداتي، احنا عاملين فيديو على اليوتيوب وعاملين فيديو على الفيسبوك شارحين فيه ازاي ندخل المنصة وروابط المنصة. برضو في منتدى قناتنا على اليوتيوب في الكوميونيتي او المنتدى، الناس اللي عاملة بالعربي او بالانجليزي تقدر تخش تشوف المنصة الرابط بتاعتها فين. نستعمل باقي الكتالوج. دي صفحتنا على الفيسبوك باسم المهندس احمد رجب للتدريب على المعدات التقيلة. دي قناتنا على اليوتيوب باسم المهندس احمد رجب للمعدات التقيلة اونلاين. كورساتنا المجانية كورس الحفار، كورس انظمة حركة المعدات، كورس اعطال محرك الديزل اسبابه والعلاج، وكورس انظمة حقن المعدات نظام الحقن الايوي والنظام الكومون ريل والنظام الهيوي وشارحين فيه الكلام ده. كورساتنا المدفوعة كورس اللودر الكاتربيلر و كورس الجريدر الكاتربيلر 14 ام، اللودر الكاتربيلر 950 اتش 950 جي سيريس 2 962 اتش، تمام. عيلة اللوادر المتوسطة اللي هو الحقن الهيوي بزيت المحرك. دي بقى ده اللي اتصل بينا لو حب حد يتواصل معانا. هنا الواتساب بتاعي وهنا التليفون بتاعي لو حد ياخد الكورسات بتاعتنا وتواصل بينا. وان شاء الله بنحط روابط الكتالوج ده بإذن الله اللي يحب يستعرض الكتالوج ويشوفه او يعمل له داونلود او يشوفه اونلاين، هيبقى الروابط موجودة سواء يوتيوب او فيسبوك. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.